السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وبصحه جيده. حصه اليوم ان شاء الله غنتعرفوا فيها على لا ديفيرونس اونتر لو فيرب فوار اي لو فيرب ريغاردي، يعني غنشوف الفرق ما بين الفعل فوار اي والفعل ريغاردي. فكلا الفعلين كنقصدوا بهم الرؤيه، يعني لو فيرب فوار ولو فيرب ريغاردي نستعملوهم الا بغينا نتكلموا على حاسه البصر او لا فيو. ولكن هاد الفعلين كاين فرق ما بيناتهم، نمروا نتعرفوا عليه. فاولا voir est un acte passif involontaire. On perçoit quelque chose parce que cette chose se trouve dans notre champ de vision. La personne peut voir la chose sans aucun effort. Alors voir est un acte passif involontaire. La iradi. On perçoit quelque chose parce que cette chose se trouve dans notre champ de vision. يعني كنلمح واحد الشيء لانه داك الشيء موجود في مجال الرؤيه نتاعنا، يعني ما كنقصدوش اننا غادي نشوفوه فقط لانه امامنا، يعني موجود في المحيط نتاعنا او في مجال الرؤيه نتاعنا. داكوغ. لا بيرسون بو فوار لا شوز سون اوكان افور، يعني الشخص كيشوف الحاجه بو فوار لا شوز، يعني كيشوف الشيء sans aucun effort، يعني بلا اي مجهود. فهو ما كيقصدش انه غادي يشوف، ولكن داك الشيء موجود في مجال الرؤيه ديالو. داكوغ. يعني لو فيرب فوار ايت ان اكت باسيف، ماشي اكتيف، باسيف. ف ليماج فيان ا فوز يو، فو فويي كلكو شوز مي فو نو شيرشي با ا لا فوار، يعني كتشوف واحد الشيء ولكن انت ما بحثتيش عليه باش تشوفه، فقط لانه جاء امامك وشفتيه، جاء امام عينك وشفتيه. داكوغ. دونك هذا بالنسبه لو فيرب فوار. دونك لو فيرب فوار هو الفعل يرى، يعني يرى الاشياء اللي موجوده في مجال الرؤيه ديالو او الاشياء اللي هي محيطه به، ولكن لا ينتبه اليها ولا يركز فيها. داكوغ. دونك هذا بالنسبه لو فيرب فوار. نشوفوا اكزامبل. hier j'ai vu un accident de la route. hier j'ai vu un accident de la route، يعني البارحة j'ai vu، رأيت un accident de la route. فمثلا انا كنت غادي العمل ديالي و j'ai vu un accident، يعني رأيت حادثة، رأيتها فقط لانها كانت امامي. داكوغ. فهذا بالنسبة le verbe voir، يعني يرى بالعينين، يرى لا اراديا، يرى الاشياء التي تحيط به دون قصد او دون ان يعيرها اهتمام. الآن بالنسبة لو فيرب ريغاردي. الو ريغاردي ايت ان اكت اكتيف فولونتير انتونسيونيل. لا بيرسون فيكس سون اتونسيون سور ان اوبجي او ان انيمال. الو ريغاردي ايت ان اكت اكتيف. فقلنا لو فيرب فوار ايت ان اكت باسيف، ولكن لو فيرب ريغاردي ايت ان اكت اكتيف فولونتير ارادي intentionnel، يعني مقصود او متعمد، يعني انا قاصده نشوف داك الشيء ومتعمده نشوفه. لا بيرسون فيكس سون اتونسيون سور ان اوبجي او ان انيمال، يعني كنفيكس لاتونسيون ديالي سور داك الشيء اللي بغيت نشوف، يعني كنشوف باهتمام، كنشوف بقصد. دونك هنا انا انظر بانتباه وبتركيز، يعني بالنسبه لو فيرب ريغاردي فانا انظر بانتباه وبتركيز. ف لو فيرب ريغاردي يعني يشاهد. داكوغ. دونك نشوفو اكزامبل او مثال. لي زيليف ريغارد ان دوكيومونتير اون كلاس. لي زيليف ريغارد ان دوكيومونتير اون كلاس، يعني التلاميذ، لي زيليف هما التلاميذ، ريغارد يشاهدون ان دوكيومونتير وثائقي اون كلاس في الفصل او في القسم. دونك هنا استعملت لو فيرب ريغاردي، لماذا؟ لانه تلاميذ، يعني هما قاصدين يشوفوا هاد الدوكيومونتير، هاد الوثائقي، هما يعني متعمدين يشوفوه، يعني قاصدين يشوفوه، كيشوفوه بادراك، ماشي فقط شي شيء اللي غير كاين امامهم كيشوفوه، لا، هما كيشاهدوا لو دوكيومونتير، يعني كيشاهدوه بادراك وبقصد، وهما متعمدين كيشوفوا التفاصيل اللي كاينين في داك لو دوكيومونتير. داكوغ. دونك على عكس لو فيرب فوار اللي قلنا هو فقط كنشوفو الاشياء اللي هي امامنا بدون قصد. ايضا بالنسبه لو فيرب ريغاردي، ف لو فيرب ريغاردي كونجوغي ا لامبيراتيف
s'utilise également pour attirer l'attention d'une personne. Alors le verbe regarder, il a صرفناه في l'impératif يعني في صيغة الأمر s'utilise également كنستعملوه أيضا pour attirer l'attention d'une personne يعني اللي لفت انتباه شخص donc إلا بغينا نلفتو انتباه شخص فكنستعملو le verbe regarder مصرف l'impératif أو في صيغة الأمر نشوفو exemple regarde il y a un bel oiseau sur l'arbre Regarde, il y a un bel oiseau sur l'arbre. يعني هنا فاش كنقول شي شخص regarde فكنقصد بغيت نلفت الانتباه نتاعو يعني بغيت نقول له شي حاجه فكنقول له regarde يعني كنلفت انتباهه ومن بعد كنتكلم معاه فهنا قلت il y a un bel oiseau sur l'arbre يعني يوجد عصفور جميل فوق الشجره فهنا غير بين قوسين غتقولوا علاش قلنا un bel oiseau الوغ بالنسبه للاسماء اللي هما masculin يعني الاسماء المذكره فنورمالمون كنستعملوا معها بو يعني نورمالمون غنقول ان بو وازو ولي نون اللي هما فيمينا يعني الاسماء اللي هما مؤنثه فكنستعملوا معها بيل بيل دوزيل او داكوغ ولكن بو كتنتهي بفويل وازو كتبدا بفويل لهذا كنستعملوا بلاصه بو كنستعملوا بيل ولكن انتبهوا بيل غير بال وحده ماشي بدوزيل او دونك بيل لي بدوزيل او كنستعملوها مع الفيمينان وبيل لي بي او ال كنستعملوها مع لي نون ماسكولان كي كومونس باغ اون فوايل داكوغ فهذا غير بين قوسين نتمنى يكون واضح لكم الوغ قلنا بالنسبه لو فيرب روغاردي كنستعملوه ايضا بوغ اتيري لاتونسيون دون بيرسون يعني باش نلفت انتباه شخص فكنستعملو لو فيرب روغاردي كونجوغي ا لامبيراتيف وبهذا كنوصلوا لنهايه الحصه تعرفنا فيها على لا ديفيرونس اونتر لو فيرب فوار اي لو فيرب ريغاردي يعني شفنا الفرق ما بين الفعل يرى اللي هو لو فيرب فوار ولو فيرب ريغاردي او الفعل يشاهد فقلنا لو فيرب فوار ايت ان اكت باسيف ان فولونتير يعني ارى فقط لان الشيء الذي اراه موجود في مجال الرؤيه ديالي او موجود في المحيط ديالي ارى بدون قصد بدون ان اركز في الشيء على عكس لو فيرب ريغاردي اللي هو قلنا ايت ان اكت اكتيف فولونتير انتونسيونيل يعني ارى بادراك يعني انظر بقصد يعني انظر بانتباه وبتركيز قلنا لو فيرب ريغاردي كنستعملو ايضا بوغ اتيري لاتونسيون دون بيرسون يعني اللي لفت انتباه شخص فكنقول ريغارد ومن بعد كنكمل الكلام تاعي يعني كلفت انتباه الشخص وكنكمل الكلام تاعي فنتمنى يكون الدرس واضح ونتمنى ايضا تشاركوه مع اصدقائكم واحبابكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكي تعم الفائده ونتلاقاو في الحصه المقبله ان شاء الله